هذا شهر التناقضات، هل هو كمان هيك لمواليد الحوت شهر سبتمبر أيلول من عام 2020؟ شو بيقول لمواليد الحوت؟ نعم، هو شهر التناقضات، تشعر ببدايته ببعض التعقيدات خاصة بالأسبوع الأول، إذ من الأفضل عدم القيام بإجراءات أو اتخاذ قرارات. لا جدوى من طرح التحديات يا عزيزي، أو من محاولة كسر بعض الإجراءات. مطلوب منك الصبر حتى تستعيد عافيتك وسلطتك على الأمور. شوي شوي بتزول العقد وبتتحول المصاعب حتى لفرص للنجاح. ميركور بيتحدث عن تعديل بيحصل بمجالك المهني متعلق إما بعقد سابق أو بتجديد لشراكة أو بفسخ هالشراكة. كل شيء محتمل، لكن الجو منه هادي ولا عادي ولا كلاسيكي أو تقليدي. بيطلب منك الوعي وحماية نفسك ومكتسباتك. يمكن تطل على المجهول وعلى رغبة بالتحرر من كل ارتباط، وأخص بالذكر مواليد الدائرة الأولى. تتعزز حاجتك لطلب الأمان والاستقرار والابتعاد عن كل تشويش أو إرباك. كمان بتشعر بالحاجة لمساعدة الآخرين وإنقاذهم من بعض الورطات، أو بصير معك ظروف من هالنوع تدفعك لهالعمل. بتتحمل المسؤولية عن جماعة بتمثلها أو بتنتمي لها أو بتترأسها. لا شك انك رح تعاني هالشهر من اوضاع مشوشه خاصه باوله، بعدين بعد تاريخ 13 تحديدا بتشعر انه الامور بلشت تاخد طابع افضل. بتتحسن المعنويات والثقه بالنفس، بتفكر بطريقه عمليه لايجاد حلول لبعض المشاكل يلي بتخص غيرك ربما، بس بتشعر بمسؤوليتك ازاءها. بيشير التنافر الفلكي بهالشهر والتراجع تراجع الكواكب لوضع متأزم يطال بعض الأماكن أو الجماعات أو البلدان، وبيتسبب بجو مشوش وبضغوطات توتر، وبتأثر جدا على الجميع حولك، وبتولد حالة من الذعر في بعض الأحيان، ربما في بعض الأوساط. تشعر أنه الأحداث عم بتفرمل اندفاعك وتخفف من نمطك، كما أنك بتتعرض لبعض التأخير والتأجيل خاصة في بداية الشهر وحتى تاريخ 10 أو حتى منتصف الشهر ربما. تضطر أنك تعتمد أسلوب دفاعي مع بعض المقربين ومع المحيط، بس النصف الثاني من الشهر تستقطب بعض الأوساط المهتمة بقدراتك وعطاءاتك، سواء كنت تنتمي لعالم فكري أو تجاري أو سياسي أو إعلامي أو ثقافي. يمكن تطرح مشروع وتلتقي مع بعض النافذين على إطار فكرة أو تصغي للاقتراحات. هيك تتغلب على القلق، بس في عندك تناقض بين القلق والأخبار الحلوة. تفتح قدامك أبواب إذا أغلقت غيرها، وربما توقع على عقد أو تشارك أحد المشروع أو تتخلى عن انتماء كمان من أجل آخر. يعني كل شيء محتمل، تقدم والتراجع. شو بيخبي لك الوضع العاطفي؟ مفاجأة كبيرة للبعض، عشق استثنائي يمكن ينقلك إلى عالم آخر قبل تاريخ 17. بتتلقى الدعوات من كل صوب، بتشارك الحبيب مناسبة حلوة، بتستعذب حضوره إلى جانبك وبتفيض حب وعشق، فبتكون المشاعر عميقة وبتسعدك. وإذا كنت بعدك وحيد بتطل على علاقة جديدة وبتلتقي بحبيب ينظر إليك بإعجاب، أما إذا كنت عاشق فقد يتم زواجك بهالشهر. بتتعلق بالآخر إذا كان عم بيعاني من مشكلة، كأنك رسول بهالأثناء بدك تعتني بمن تحب، لأنه فينوس ببرج الأسد بيضاعف هالميل عندك. ويمكن ينصب اهتمامك على صديق بيحتاج لك،
بتسافر للقائه أو تستقبله بمنزلك أو تعتني بصحته أو توقف إلى جانبه بظروف صعبة. أنت اليوم عم تنشد علاقة جدية ومستقرة. إذا التقيت بمن يرضي طموحك فأنت مستعد لتغيير عاداتك كلياً. تبدو متحمس أكثر من العادي لكسب الحبيب والتعبير عن مشاعرك وإرضاءه والانفتاح على حاجاته والتكيف مع أوضاعه. بيتعرف بعض مواليد الحوت الخالين أو يلي قلبهم بعده فاضي على حبيب، خاصة في محيط صحي مثلا منتجع أو مستشفى أو صيدلية أو مستوصفة أو ما شابه، ويمكن يتم اللقاء بالمحيط المهني كمان، ولكن دائما تحت شعار والمساعدة والعطاء. هيدا هو الشعار يلي رح يجعلك بهالشهر تجتمع بأشخاص سدود، بحبيب، بشركاء أو ما شابه. بتمنى لك الأفضل.